أهلا بكم أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج الموصل القديمي. قبل ما نحكي عن موضوع حلقتنا، حقيقة عجبنا هذا البيت التراثي والتاريخي بمدينة الموصل بالعوجات، حبينا أنه نصور بينه الحلقة الثانية أو حلقة أخرى بهذا البيت. وصلتني اتصالات ووصلتني بعض التعليقات حول الحلقة وحول البيت. على سبيل المثال حكينا عن تاريخ هذا البيت، يعني تاريخه قديم. أصحاب البيت حافظوا على رونق وجمال هذا البيت من خلال الأقواس، ما صبغوها قلنا، مجرد جلوها حتى يطلع بريقة الجميل، وخلوا بعض الأحجار اللي تتناسب وتتلائم مع هذا المكان. البعض قال لي هذا الحديد ليش؟ هذا حديد جديد ضيع التاريخ. الناس ما عنده، المدينة القديمة منكوبة، عوجاتنا الحمد لله رجعت شوية بس حالتهم تعباني، ما عندهم هذيك الإمكانيات مال دي يجيب لك نفس الحديد ونفس النقش القديمي مال قبل 40 أو 60 سنة أو 100 سنة. الناس ما عنده. اللي موجود على سبيل المثال هذا الشباك، مقاطع قديمة دخلت النهاية، المقاطع مثل ما ذكرتوا بالحلقات السابقة دخلت العراق بعد الحرب العالمية سنة 1920. بس من خلال العمليات العسكرية اللي دارت البيوت تدمرت، ما موجودة هاي المقاطع. بقد يجيب لازم حديد وشغل ايد وشغل، خلف الله عليهم ورايتهم بيضاء، رجعونه مثل ما كان والله يمكن احلى. فاضطروا انه بعض القطع اللي ما موجوده والمفقوده بالسوق القديمه استعانوا بها بهذه المحجلات الحلوه، البعض السيراميك او بعض البورسلين، لكن مع هذا يتلائم ويتناسب مع تاريخ هذا البيت وجماليته. وهسه مصورين الله يحفظهم يصوروا لي هاي الاقواس ويصوروا لي هذه الترتيبات الحلوه الموجوده. اذا ظلوا محافظين علينا، ما هدمونا ولا شالونا ولا ازالونا وبنوا شقق او بنوا، لا لا، على امكانياتهم حافظوا على الجزء الباقي الما متبقي المهدوم، رجعوا بنوا اضافات جديده سمنت وحديد. ايضا حقيقه احنا حاولنا وأكدنا أنه تصور الحلقة الثانية، الدكتور عيد حجج علينا اليوم صايم وقال لا تتعبوني كوي ما أطيق لا أحكي ولا قبل الشمس، أنا اليوم صايم. فوضنا أمرنا لله ونحن والكوادر وترخصنا من أول البيت وجينا هون نبور الدكتور صايم. وأيضا عندنا موضوع كثير حلو راح نسمعه من الدكتور بعد شوية، اللي هو مسجد الإمام إبراهيم أو مسجد الشيخ إبراهيم، يسمونه مسجد الإمام إبراهيم أو الشيخ إبراهيم. هذا موقعه حقيقة بعد جامع النبي جرجيس عليه السلام، الشارع جوه مسجد كبير وكانت بينه مخطوطات كثير حلوة وكثير نادرة، بينه أمور تاريخية قديمة كثير. للأسف وكالعادة تنظيم داعش الإرهابي دمر كل شيء، ما بقى غير بس البوابة، والبوابة اتدحق عليها فقد شيء والله يعني تاريخي، هذيك النقوشات بيها، هذيك التحفيات النقوشات الموجودة كلش حلوة، بقت بس البوابة. هذا حقيقة الجامع والمسجد انبنى بالقرن الخامس. عن هذا طبعا الموضوع خلينا نلتقي مع الدكتور أحمد قاسم الجمعة ويتحدث لنا عن هذا الجامع، الجامع الأثري والتاريخي. وأكيد نحن بعد كل حلقة وكالمعتاد نلتقي بإحدى العوائل بالمنطقة حتى نقدم لهم ما قدموا الخيرين. أنا بالمقدمة طبعا حكيت أيضا عن الحديد المستحدث الجديد، بس أيضا نسيت أذكر الشبيبيك والابواب، ايضا هاي حديثه. ومثل ما ذكرتوا
هذه الامكانيات الموجوده، امكانيات اصحاب البيوت انه طاقوا يجيبون هاي الابواب، ما يجيب لك باب ابو بسماغ العغير والباب الخشب، والله ما موجود، راح تدمر وانقرض وما موجود اساسا، والشبيبيك ايضا انفقدت كلها. فعوضوها بشيء والله كلش حلو، يمكن مع يعني الله يعمر بيوت العراقيين كلها، يمكن ببيوت الراقيه والله ما فاك الشيء، ونحن بالعوجات وغا جمع الكبير داخل العوجات هكذا نخشع شيء حلو. موضوعنا حقيقة ما عن البيت، وإن شاء الله إحنا نتناول تصميم هاي البيوت الحلوة وتاريخها وشو نطيق نطورها من خلال حلقة أو محاضرة أو مع أساتذتنا، عندنا أساتذة عمالقة نتباهى بيهم ونفتخر بيهم، اللي هو الدكتور أحمد قاسم الجمعة، عندنا شيخ الخطاطين يوسف ذنون، يعني علم من أعلام وخط بأي دولة عربية أو إسلامية تقول يوسف ذنون يقول لك علم. عندنا كثير قامات، الدكتور إبراهيم العلاف، عندنا الأستاذ البجاري، عندنا قامات كثير طبعا. واعتذر من اللي ما ذكرتوهم، لأن هي والله مدينتنا مدينة قامات، مدينة علماء، مدينة باحثين، مدينة مؤرخين، فما أطيق أذكر كلتهم. وعلى رأسهم طبعا أكيد هو المرحوم الله يرحمه سعيد الديوتشي، اللي نحن إلى حد الآن بعض المرات من نريد نعرف مصدر أو كذا نرجع على كتبه ناخذ هذا المصدر أو هذه المعلومة. موضوع حلقتنا مثل ما ذكرت عن الشيخ إبراهيم، مسجد الشيخ إبراهيم أو مسجد إبراهيم. السلام عليكم ورحمة دكتور. السلام. نحن راح ننشف غيقك، انت صيم وقلت لي لا تعبوني، نحن ما راح نتعبك بس راح ننشف غيقك اليوم بسيطة. يا أهلا وسهلا يا الله يحفظك. هذا المسجد مسجد تاريخي معروف بمدينة الموصل، راح نسألك أول مرة على موقعه ويصبه. يقع على شارع سوق الشعارين، نعم، بجانب جامع النبي جرجيس بالضبط، نعم. وطبعا مر بأدوار معمارية متعددة، لكن يعني أهم هذه الأدوار التي موثقة تاريخيا بالقرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي، حيث نهض ببنائه، نعم، الشيخ إبراهيم المهراني الجراحي، وهو رجل فاضل وتقي، وقد أخذ العلم والعلوم الدينية من الشيخ عدي بن مسافر الأموي، عندما الأموي الذي كان يلتقي به في جبال يعني لالش في منطقة عين سفني، بمعية الشيخ خضيب البان، والذي تكلمنا عنه في حلقة سابقة. خضيب البان أبو عبد الله الحسين بن عيسى بن يحيى الحسني الموصلي، وكان ذلك في سنة 498 للهجرة الموافق 1104 للميلاد. بنى هذا الجامع أو المسجد لا تتمثل به السعة، لكن خلف لنا كثير من النفائس الأثرية، بعضها كانت قائمة فيه حتى نشفه من قبل داعش، وبعضها منقول إلى المتحف الحضاري ببغداد. المسجد يتكون من مدخل، القسم ايضا مر بادوار معماريه، المدخل القسم الاعلى منه بعض القطع تعود الى العهد الاتابكي، يعني القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، وبعضها من عصور متاخره، يعني المتكون من قطع متعددة ومن أدوار معمارية أيضا متعددة.
يدخل إلى فناء واسع يعني صحن، وفي الزاوية الشمالية الغربية بنى هذا الشيخ حضرة لزوجته أو تربة لزوجته حسنة خاتون بنت القرابلي، والآن طبعا موجود قبر. هل هذا القبر يعود لها أم لغيرها؟ هذا عنده علم ذلك عند الله عز وجل. لكن أهم شيء أنه حقيقة بهذا المسجد هي الآثار النفيسة التي يوجد فيه. من جملتها المنقولة إلى بغداد باب، ويعود إلى عهد البناء الأول يعني 498 للهجرة، متكون من صفاقتين أو مصراعين من الخشب، وعليه كتابات، ومن جملتها نص تذكاري يذكر اسم الصانع، عليه يقول صنعه الأستاذ نوري بن يونس. زين، ولو مقاطع يعني دكتور، طبعاً. يعني دائما النقوشات اللي نغشعها أو المخطوطات اللي نغشعها ما مذكور كلمة الأستاذ. الأستاذ أستاذ بالجامعة أو هذا مصطلح يعني خلينا نقول حديث، فش معنى كاتبين أستاذ؟ والله أعتقد سؤال وجيه لتفسير بعض الأمور التي تعود حول هذا المصطلح أو اللقب. حقيقة هو مصطلح فارسي، لقب الأستاذ فارسي، وكان لا يطلق على العالم وعلى المثقف، وإنما على المتمعن أو المتضلع بمهنته، على صناع التطبيقيين. ولهذا وردت منذ القرن السادس الهجري وما تلاه، يعني السادس والسابع، على التحف على صناع التحف المعدنية وعلى صناع الأبواب الخشبية وحتى على بعض المباني. يقول صنعه الأستاذ ابن دجلك الموصلي، هذا موجود أنه في متحف المتروبوليتان، وهو طشط من النحاس، صنعه الأستاذ فلان. فكلمة الأستاذ تطلق على الشخص المتضلع بمهنته من الصناع التطبيقيين، يعني تعرف المنقولة بذيك الفترة. نعم، بذيك الفترة، وبقي متوارثا حتى أخذنا نطقه على بالعامية، نطق عليها أنه أسطى. أسطى هذه الصية بالأصل تعريف الأستاذ. نعم. أما هذا كلمة الأستاذ اللي تطلق الآن على البروفيسور، هي اللغة هي الكلمة الصحيحة. الكلمة الصحيحة أنه فعلا أنه باللغة الفارسية، ولم تطلق على العلماء وإنما على الصناع التطبيقيين المبرزين بمهنهم. هذا السبب، ولهذا يقول صنعه الأستاذ نوري بن يونس. هذا الباب الآن موجود بالمتحف الحضاري ببغداد. عندنا شيء أنه أيضا رخامة من حجر البازلت، يعني حجر البازلت سوداء اللون، عليها نقش الكعبة، صور الكعبة وغيرها، نقش بارز وآيات قرآنية، وأيضا عليها أنه بالإضافة إلى هذا الصانع يقول عمل عبد الرحمن ابن أبي حمزة. فإذا هذه أيضا من ما موجودة، ما موجود، لا موجودة أيضا، نقلت إلى المتحف الحضاري ببغداد، وأيضا تعود إلى عهد البناء من عهد الشيخ إبراهيم، يعني 498 للهجرة، 1104 للميلاد. هذه من النفائس التي كانت موجودة في المسجد ونقلت إلى بغداد قبل يعني أكثر من 40 سنة. الموجودة كانت والتي درستها وكانت موجودة فيه قبل نسبه، عندنا أثرين. أثر كان موجود وهو عبارة عن شباك، وإذا ممكن المخرج السيد المخرج ياريت يكون معنا، تصميم المسجد الذي تكلمنا عليه، تصميم المسجد. وحقيقة نحن نقول الأمانة هذا كان، كنت في القاهرة واحتجت إليه، فالأستاذ يوسف ذنون رسمه وأرسله إلي.
هذا طبعا في الجدار الجنوبي للحضرة التي تكلمنا عليها مع الحصر القاتون شباك، وهذا الشباك تلاحظ أنه هذا الشباك إذا ممكن يتكون من إطار مزدوج، إطار خارجي من الرخام عليه الآيات من 5 إلى 9 من سورة الدهر، وبعدئذ يليه إطار آخر في الداخل يحف بفتحة الشباك، عليه كتابة بارزة بخط الثلث على طريقة ياقوت المستعصمي، وتتضمن صلوات وأدعية لأهل البيت ولا سيما الأئمة العلوية. نعم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى آله كله. وتعلوه إن شاء أنه عتبة واسعة، وعليها اسم الإمام المجاب إبراهيم ابن جعفر ابن محمد ابن زين الدين علي ابن الحسين. نعم. ابن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. وهذه كلها الكتابات هنا منزلة بالجبز، يعني محفورة ثم منزلة بالجبز. الغريب بهذا طبعا الباب أنه مدفون، يعني كما تلاحظ مدفون في أرضية المصلى، وأرضية المصلى في السمنت. منه كان بمعيته عندما زرته المرحوم حازم حميد مفتش آثار نينوى، قلت له أبو أحمد هذا نريد أنه كيف نعرف ما مدفون به؟ قال لي يا أستاذ أحمد لا تدور دفيته على التق، ما تخلي شون هذا لا نطيق نحفوه ولا شون. قلت له نحن واجبنا دفيته على التق. نعم. نحن أثاريين قابل دفيته جدد دفيته على التق، لازم أعرف أنه ما مدفون به. قال لي دي الله لا شعر شون قابل لغز. قلت له فكرت قلت هذا هو طول الشباك 2.63، يعني أكثر من 2.5. العرض ماله 2.35، لكن الآن جيت قلت بما تبقى من هذه النصوص الكتابية على إطاره الخارجي الذي تضمن قلنا آيات من سورة الدهر، هذه لاحظ أنه ناقصة من الأسفل، فبدلالة النقص الموجود في الأسفل حسبتم أشقد النقص، حسبنا كله. فكيف قم أخذت قياس على الطبيعة القسم الظاهري بالجانب الأيمن من الشباك، جانب الأيمن من النص طلع عندي 250 سنتيمتر، يعني 2.5. هذا كتبته بخط اليد طلع عندي 20 سنتيمتر. عملت نسبة بين ما موجود على الطبيعة طول المسافة وما والمدفون طلع يطلع 20. لا ما مدفون الذي بخط اليد. نعم. لأن هذا كله نفسه هذا كتبه بخط اليد، فطلع عندي 1 على الورق يساوي 12.5 على الطبيعة. فأخذت هذا نأتي إلى بداية يشربون بس إنه موجود، وبما أن هاي الآية لازم تكون بالبداية، يعني ما ممكن تكون ناقصة نص قرآني، فإذا إيش تكون بداية الآية 5 من سورة الدهر؟ إن الأبرار يشربون. فإيش ناقص عندي؟ إن الأبرار يشربون بالسنون كلها. وبما أن الآيات القرآنية تبتدي بالبسملة، فمعنى هذا أن المدفون عندي من النص القرآني والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون. هذه بخط اليد 7.5 سنتيمتر. ضربت بالنسبة الرياضية السابقة. نعم. طلعت عند الطبيعة 93 سنتيمتر تقريبا متر. وبما أن الآيات القرآنية يجب أن تكون مرتفعة عن الأرضية لقدسيتها، وبنفس الوقت أن الأرضيات تتعرض للتلف، فمن ناحية البيئية ومن ناحية دينية
مقارنة بما موجود لازم تكون مرتفعة بنظائره في آثار الموصل مداخل وشبابيك، على الأقل لازم تكون 10 سنتيمتر. هاي 10 سنتيمتر ضفتها إلى 93 صار عندي 1.3 متر، يعني ما مدفون عندي أصبح عندي معدل متر. معدل متر. زين سؤال دكتور، هذا معناه يعني إذا حتى حازم حميد الله يرحمه قال لي والله درت رأسي يا أستاذ أحمد، يعني هاي الطريقة شلون؟ قلت له لازم نحن كآثاريين مثل الطبيب الذي يلاحق المريض يشرح مثل ما تقول كل مرة الطبيب يشرحها. طيب يعني طيب دكتور، لازم نحق إلى شيء. نعم، هذا الدفن منين يجي؟ يعني اللي دفن ما يعرف قيمته التاريخية التراثية الإسلامية حتى يجي ويدفن، يعني هذا بأي فترة اندفن؟ طبرافية الأرض ولما نتمر بأدوار معمارية، فعلى طول كل لازم. نحن عدنا كان بيوت دخلناها ونحن صغار، الساعة تقريبا نصها الأبواب اندفنت. ليش تروح بعيد؟ نحن يعني ممكن وثقناها أيضا بإحدى البرامج بالعوجي من نفوت نغشع نص باب موجود القوص، يعني القوص نصه بس موجود الباقي مدفون. فمثل ما تفضلت تمر بدوار معمارية وتسويات ترابية أبو قمر. نجي من الجيال أخرى، هاي جيالون أنه تمكننا أشخد مدفون والنص القرآني بينا المدفون والنص. زي من جيال أخرى، ما تسألني السؤال من جيال أخرى شلون؟ من جيال أخرى عندنا صاد. نعم. صاد إيش معنى؟ معنى الآيات القرآنية تنتهي عادة بصدق الله العظيم. إذا صاد ما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم إذا بخط اليد تطلع عندي 4 سنتيمترات. نعم. هي لازم تكون 7.5 مثل الجهة اليمنى. نعم. إذا هذه هم ما يتناسب. ما يتناسب. لكن إيش عندنا بآثار أخرى ما يكتفي، وإذا ممكن المخرج. نعم. ما يكتفي بصدق الله العظيم ويرفقه وصدق رسوله الكريم. لما ضفت تكمله معاه. لا تكمله موجود. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. فلما ضفت على 7.5. نعم. فإذا لازم أن نكون هالشكل نطلع. نجي إلى جهة أخرى، يعني ناحية أخرى. هذا الشباك قلنا للغرفة بجنب الشباك. ندخل إلى الحضرة بدرجات. كم دقيج؟ عدة درجات، لكن أشنو؟ الباب حديث. إذا المدخل الأصلي وينه؟ هم سألت نفسي. قلت من هذا مدخل حديث، وهذا شباك أثري من القرن الثامن الهجري، يعني قارنته بمثيله في المدرسة النظامية اللي نطلق عليها علي الأصغر. نعم. الذي عليه تاريخ 731 هجرية، فإذا مناظر اللوة، فأصبح من القرن الثامن الهجري، يعني بعد من العهد الإلخاني. زين، نحن نجي بعدين إلى الباب القديم. زين، قبل ما تجي على الباب دكتور، نوعية الخط الموجود إيشلو؟ وأنا خط الثلث على طريقة ياقوت المستعصم. طريقة منه؟ ياقوت المستعصم، وهو أحد علماء المدرسة المستنصرية الذي بناه المستنصر بالله بغداد. وإيش يفرق هذا الخط عن هذا الخط؟ يفرق، عندنا خط الثلث نوعين. نعم. خط الثلث يعني خط الثلث بوحده نوعين؟ إيه هو نوعين، إيش هو تحسن، هو نوع واحد. نعم. لكن على طريقتين، طريقة كل خطاط، أول ما ابن مقلة وبعد ما ابن مقلة جاء أنه ابن البواب. ابن البواب طريقته كان الأولى تختلف عن المستعصمي الذي ايضا حسن الخط، ولهذا الاستاذ يوسف ذنون يقول الخط القديم او على طريقه ابن البواب، انا مرات اطلق عليه خط ابن البواب. فالفرق بين خط الثلث على طريقه ابن البواب وخط الثلث على طريقه ياقوت المستعصمي كالاتي، وعدنا هنا عدنا. هذا عندنا خطين. خط ابن البواب يتميز بأولا عدم طول الحروف خاصة القائمة قصيرة، والغلظ من الأعلى ويستدق تدريجيا إلى الأسفل ويلتهي بتشعيرة،
سميتها شعيرة إلى الداخل. وترويز بروس أشبه بالمربع أو المعين، وكلمات متسلسلة ما يعني كلمة فوق كلمة، كلمات متسلسلة واحدة بعد اللغة. نعم، بينما هذا خلال شوف أنه الخط اللاغنا عندنا مع المستعصمي كلمات، أول شيء الحروف تكون دقيقة أكثر من ابن البواب وأطول، والتشعيرة تكون قليلة أو محققة يعني عبارة عن مدبب، وبنفس الوقت فيه نوع من التراكيب. يعني هنا ابن البواب بسم الله وبعد تجي الله، بينما بسم الله نشوف كلمة الجلالة فوق بسم الله، يعني فيه نوع من التراكيب. هذا إيش يفيدنا؟ طريقة ابن البواب سادت إلى النصف الأول من القرن السابع الهجري، طريقة المستعصمي سادت بالنصف الثاني من القرن السابع الهجري، يفيدنا بتاريخ التاريخ مثل ما قلت تقريبي لبعض الآثار الذي ما عليه تاريخ مدون. فإذا هذه كلها نجي ناحية أخرى، هاي الذي سألتني وبعدين ما كنت أنه أحاول أنه أنبع عليها. زين، إذا المدخل قلنا المدخل الأصلي، المدخل موجود، المدخل الأصلي أول شيء كان قبل كل المداخل معظمها المداخل التي تكون في القسم الشمالي من المباني، يعني الدغال في الجهة الشمالية من المباني ليش؟ لكي تتلقف الرياح الشمالية الغربية الملطفة للجو في الصيف. ولهذا مع الإمام عون الدين، الإمام يحيى بن قاسم، عندنا أيضا الجامع الكبير غيره كله متجه نحو الشمال. فأنا قلت ليش ما أجي أتحسس الجدار الشمالي مثل ما موجود الآن عندنا. وبنفس الوقت كان قبل الأستاذ يوسف ذنون قال لي أبو أنمار كان قبل وجدت على الأكثر أنه مدخل هنا، فربطت أول شيء مكان المداخل بصورة عامة وما قاله يوسف ذنون، فجيت حسست شلة الملاط وإذا ظهر عندي العتبة العليا. تفضل المخرج إذا ممكن يجي. العتبة العليا رأساً ظهرت من الباب. قمت بعدين استحصلت الموافقة لحفرة يعني هذا من الآثار، وفعلاً حفرته طلع عندي هذا المدخل. شوفون المدخل، المدخل الأصلي. أستاذ يوسف ذنون هو رجل خطاط، بس أيضاً يعني كان له دور كبير معك. وطبعاً كان نتحادث بعض الأمور، يعني قبل فترة سألني قال لي السور بعد بدل النول أشقى تاريخه، ما هو بالهاي الكتابات وين كلها على آثار، فإذا صار عنده إمام بالآثار، وأنا أيضاً فنقدر نقول يعني متساعدين بيناتكم يعني أو متعاونين، أنا أقول أنه لا زال إلى الوقت الحاضر نتخابر عن كثير من الأشياء، لأن نصل إلى الدقة والصحة على الكلام. هذا الباب من أي تاريخ؟ ما عليه تاريخ. إيش عليه؟ بقايا الله. الله هون بخط الثلث على طريقة ابن البواب. نعم. يعني لازم قبل النصف الأول من القرن السابع الهجري. نعم. لكن عندنا هنا الكوابيل. نعم. الكوابيل هاي نسميها المساند. نعم. الذي تستند عليها العتبة صماء. بالعهد الأتابكي عليها زخارف، بالعهد الخاني يعني من القرن الثامن الهجري أنه ما مزخرفة، فجمع ما بين نهاية قلت أنه نهاية العهد الأتابكي وبداية العهد الخاني يعني سقوط الموصل على يد المغول سنة 1262 للميلاد. دكتور الحديث معك حقيقة شيق جدا، أنت صايم وما أريد تتحجج علينا وتقول أنا صايم وتعبتمني وكذا، فنستغلك بغير حلقة وانت مفطر حتى نبغض قلبنا بيك ونكسب من معلوماتك ونكسب من هذه الخبرة اللي عندك في مجال التاريخ والتراث، والمشاهدين كثير حقيقة للأمانة يعني من داخل العراق من خارج العراق، أساتذة الجامعة أساتذة الجامعة يتصلون بي وأيضا يمكن يتصلون بيك ويتصلون بالقناة يشيدون بدورك بتوثيق هاي المدينة.
شكرا دكتور، ولا عندك كلمة هم؟ بس أنه هذه المحاضرة تقريبا، هذه الحلقة نعم جمعت ما بين الحلقات السابقة نعم وما بين الناحية الأكاديمية، يعني تقريبا تحليل علمي نعم، كأنها مثل ما يقول موضوع يعرض أمام مشاهدين أو طلبة للدراسة العليا وغيرها، يعني تحليل نعم وغيرها. فإذا وازنت جمعت ما بين العمل البسيط باب الطوب إلى الأستاذ الجامعي في الجامعة. أكيد الله يحفظك ويحفظ المشاهدين ويحفظ كل الحضور والكادر. إذن أحبتي المشاهدين، نحن ما ننهي الحلقة، لكن راح ننتقل كالعادة إلى إحدى العوائل القريبة من هذه المنطقة حتى نقدم له من ما قدموا الخيرين. حقيقة بعض المرات يبعثون أجهزة كهربائية، بعض المرات يعطونا فلوسا حسب حاجة البيت، يحتاج له باب أو يحتاج له مبردة أو يحتاج له كذا أو يحتاج له مبلغ مالي نعطينه، فراح نعطينه ما أعطانا الخيرين. إذا ننتقل وياكم إلى إحدى العوائل في المدينة القديمة. بعد ما حكينا مع الدكتور عن إحدى المعالم الإسلامية، ننتقل وانتقلنا إلى إحدى عوجات منطقتنا القديمة أو الموصل القديمة. والله قصص حقيقة فوق مستوى الكلام. يعني نحن من نريد نعبر بعض المرات في منشور أو في موضوع ما نجيد حتى الصيغة والصورة الحقيقية للمأساة اللي يعيشوها أهلنا وبناتنا وخواتنا وأهلنا وأصدقائنا أيضا بالمنطقة القديمة. والله قصص مأساوية جدا، صعبة جدا. من هاي القصص هي قصة أم معتز، قصة حقيقة والله مؤلمة جدا. كانوا هوني تنظيم داعش طلع مع الزنجيلي، وبالزنجيلي حلت الكارثة بيها. هي فقدت إيدها اليمين وأيضا بنتها استشهدت. قاعدين ببيت هو أساسا ما بيتم، لأن فضل الله سبحانه وتعالى وفضل حكومتنا الرشيدي ما عندنا عراقي، أو 50% أو حتى 80% من العراقيين يمتلك له بيت، ما بس بالموصل، والله بالعراق بصورة عامة. تأخذها من الجنوب إلى أن تصل الموصل يمكن 90% ما عندهم يملكون بيت. من ضمن الموصل القديمة حل بيها دمار مثل ما حل بهوراشيما وكازاناكي، بيوت تدمرت، سندات ما أكو، هويات ما أكو، العالم تغشى ازدحام على الهويات وعلى الجنائسي وعلى يريدون يطلعون زخم كبير. نحن ما نلوم أيضا بعض الدوائر، لأن منطقة هبة وحدي يريدون يحصلون المستمسكات مالهم. وبعض من أبشركم إلى الساعة ما محصليها، والله بعض عوائل ما عندهم لا هوية، يمشون أكد مثل العصر الجاهلية بس بالاسم. موضوعنا عن أم معتز. أم معتز حقيقة قاعدي هوني بيت كان خربة، دائما أمنا بالله سبحانه وتعالى ثم بالخيرين، جو رتبوا له، عمروا له، صبغوا له حسب إمكانية المنظمة أو المتبرع. حقيقة أنا بعد ما سألته متبرع أو منظمة، بس راح أسأله. مرحبا أختي أم معتز. بالبداية أنت وسب انجرحتي، أنت فقدت إيدك اليمين. نعم. ما؟ سنجيل من صار وقت هاي الهزيمة مع داعش، ننزل من مكان إلى مكان نريد بس نفلت. نعم. رحنا على زنجيلي بفرع العفتات. نعم. وقع علي هاون داخل البيت. على البيت؟ داخل البيت، نعم. فقدت بنتي مايد 2014 وإيدي وبطني مع حروق وعمليات ورجلي متأذت. وسع عندي بعض يعني بعض من الشظايا بجسمي. وبعد همكو شظايا بجسمك؟ اي نعم عندي شظايا. قلتي لي ايدك تأذيني، هي اساسا مبتوره.
دكتور ايه بس لي حد الان توجعني يعني حيل تاذيني خاصه اذا تجيني كدمه يعني مع طخه او من الاولاد من ولادي حيل تاذيني. زوجكي مصاب وبطال ما يشتغل ايضا ما عنده شغل ما لا. يشتغل على الجسر بيبيع كيك. ايش قد يحصل؟ والله سبعة مرات عشرة ما سوى. زين هذا المبلغ هو للإيجار لو للمولدة لو للمعيشة غدا سلكي؟ والله ما نعرف وين نودي لهذا المبلغ يعني صراحة مرات إذا نشيل منه ما نتسوق للبيت. مرات ما تتسوقوا للبيت؟ مرات إذا تسوقنا للبيت ما نشتري مثلا مستلزمات وأنا عندي طفلاي يعني عمرها سنة حليب حفاضات إراد يعني. هذول الأطفال بالمدرسة ولادكي؟ هذا صف ثالث ابتدائي 2011 هذا 2012 الصف الاول. هذا ايش بينهم من جرح ما؟ ايه نعم من شويه ايش تعرف يعني الحمد لله طابت. انت قدمتي على معامله مع التعويضات؟ قدمت على التعويضات ايه الحمد طبعا لله. يا ريت خليك معاي استاذ قصي يعني عليها مجلد كامل يعني هذا هسه اذا افتحه على ورقه ورقه يكملها هذا يمكن سنة صار يشتغل بيها استخبارات وأمن ومختار ومربع ذهبي وسند ومستشفى وطرد هاي مجرد على مود تحصل فوق الشيء والله ما يسوى يا حكومتنا المركزية والمحلية أنا ما أقصد فقط المركزية الحمل أيضا على حكومتنا المحلية على نوابنا عندهم كراسي بمجلس النواب والله كل كرسي من هذا الأصلي ومضبوط والميز اللي قدامه مضبوط ومن يحكي ويصرح يعني أبد تغشعه بالتلفزيون تقول الدنيا رح تصير بخير وبعزنا احنا عندنا نواب يمثلونا ليش زعلانين وليش مقهورين عندنا من يمثلنا يا ممثلينا هذه العريضة مال امرأة عندها بنت شهيد استشهدت وما عاد حصل اي حقوق من حقوقها بالاضافه الى هذا هي رعايه ما عندها نهائيا راتب ما رعايه وهي صار ثلاث سنوات من تحررنا المفروض نحن عندنا دائره احصاء دائره والله انا شعر عيلي هاي الدائره تعالوا دائره الاحصاء اعملوا احصاء وتعداد يابا تعالوا ايش قد عندنا جرحى ايش قد عندنا شهداء أشقل عندنا معوقين والله أتحدى هاي الدائرة أو هاي أي إحدى الدوائر المهتمة بهذا الموضوع تعرف أعداد الجرحى اللي عندنا وأتحدى أي دائرة تعرف أعداد المفقودين اللي عندنا وأتحدى أي دائرة تعرف مدى حجم الدمار والضرر بهاي المدينة دوائر سأل الله وكيل بس بالاسم وعلى فارغ البطالة ما عنده راتب ما رعاية عنده أطفال كم طفل عندكي؟ عندي ثلاثة ثلاث أطفال وبيته إيجار إيجارك إيش قد؟ 75 مع المولدة 100 مع المولدة 100,000 زوجها مصاب يبيع بسكت هاك الشغلات بالمنطقة القديمة هي المنطقة القديمة إيش؟ على أساس فرد شيء كبير دي يشتغلوا بربع دينار أو اثنين بربع قطعتين بربع دي حصلوا 7,000 5,000 دينار تقول إلى سوقنا لازم نقتصد بباقي الأمور ما يصير إحنا نطلب من نوابنا يطالبون بالتعويض كثير عندنا ناس تعويضات روحوا على دار التعويضات ألافات ملايين عندنا معاملات مثل هذه للأمانة كن اشتغلوها دار التعويضات كن اشتغلتها بس نايمي ببغداد بإحدى الفنادق كن نامت عليها طابوقة هناك نريد وحده من نوابنا تروح على بغداد على دار التعويضات يا باشا ما حد عوضنا كل اللي تعوضوا بمدينة الموصل والله ما يتجاوزون الألف نسبة ما 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 يعني نسبة ما تتناسب مع حجم الأعداد اللي عتقدم وهم مثل ما ذكرتوا أكو ناس عتاخذ الاستحقاق هاي إيدها مقطوعة وشظايب جسمها هي أختي بنتي وايضا عنده اطفال واكو ناس يعني ياخذون حقوق هاي المغى وياخذون حقوق الشايب وياخذون حقوق المعوق احنا نتمنى من حكومتنا
المركزية والمحلية ونوابنا بصورة عامة. والله هي رسالة للنواب. هسا نحن راح نطالب ونشلب بعد بالنواب. النواب المفروض يكون لهم دور الساعة. اجي على المعوقين، ليش تصيغ وجيهيات؟ اللي عنده عرف ايه تدلل ابو فلان ما شالوا. لا والله بالعكس، اطالب ذول والله ذولي بالعوجات. بأي منطقة نحن؟ باب البيض جوا بالعوجات. اكو ناس ما حد يعرف بيهم غير بس الله سبحانه وتعالى. تحركوا عليهم، ثلاجة ما عنده، يعني وسائل مقومات. غسالة شلون تغسلين؟ بالله حكيت حتى شوية حتى المعنيين والنواب يسمعون. والله هذا ادوسهم برجلي ويجون ولادي همي عبالك عيل يلعبون مع ولادهم، يدوسون ويشيلوهم ويحطوهم على الحبل. يا نوابنا يا نائباتنا، كان لسه والله حتى غسالة اوتوماتيكية. بس خلي بغض قلبي شوية، مقطوعة ايدها ما تخ تغسل، تفوض امرها لله تخليها بنجاني وتدوس برجليها هي ولادها هيكون غسلت ليش؟ شوية غاد حس وطني، غاد أماني، تذكروا الأماني والقسم اللي أقسمتم علينه، تذكرون ولا تنسونه. أختي والله نحن آمنا بالله سبحانه وتعالى وبالخيرين، بعض مرات يدعمونا بشيء بسيط، بعض مرات يعني أنا كان عندي حقيقة ثلاجات والله من الخيرين، خلصت الكمية اللي عندي، بس عندي وحدي يعني صغيري إلى تفيدكم أجيب لكم إياه، وعندي غسالة أيضا راح أجيبها، وأكو مبلغ يا ريت أستاذ قصي. أختي والله هذا من الخيرين، جزاكم الله خيرا، ما من المسؤولين ولا من النواب ولا من الحكومة المركزية، وما أريد نتحاقش بالحكومة المحلية، ما من أحد، هاي من الخيرين. بعض المرات من شلون حالتكم يتصلون، بالله هاي الأماني وصلوا لهم هي، فهي أماني من الخيرين. إذا أحبتي المشاهدين، بعد أن ناشدنا ضمائر ومرود المسؤولين والنواب بالدولة العراقية، ننهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الموصل القديمة. تقبلوا تحيات كادر العمل، تقبلوا تحياتي أنا زياد الصميدعي، إلى اللقاء.